للحبسي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. هكذا ينطلق اليوم الذهبي والخاص بهجن اصحاب السمو الشيوخ. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرياسة على فوز متعبة بالشوط الاول الرئيسي. تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على الفوز باول اشواطي هذا اليوم والعصف الابطان. بالفعل كما نهني ايضا مؤسسة هجن العاصفة على فوز قماري بالمركز الاول. تهانينا لغياث الهلالي من قاد قماري بهذا الفوز على بركة الله وتوفيقه. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في كافة اقطار العالم متابعي سباقات الهجن العربية الاصيلة، ينطلق ثالث اشواطي هذا الصباح والخاص بسن المفاجآت سن اللقاية. ينطلق من مسافة الخمسة كيلومترات مباشرة الى مقدمة الشوط، مباشرة الى الرباعية التي تحمل هذا الشعار، الشعار الادعم، شعار هجن الشحانية. وفي المقدمة الاولى وفي الصدارة الاولى مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام نسير الى الصدارة. الهدع المركز الاول من هجن الشحانية، يقودها مضمر الجزر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق من يقدم هذه الانطلاقة. الوصول من مهيوبة ياتي شعار هجن الشحانية يا بر بن سالم بن فاران المري، بينما اللي في المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات ايضا بروق من هجن الشحانية يتواجد الشبل يا بر بن سالم المري على المركز الثالث. انتقل مباشرة الى المركز الرابع والتحديات المثيرة هنا تأتي ايضا من هجن الشحانية، ايضا تأتي رزامة من هجن الشحانية او متاهة من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله 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 المركز الخامس وصلت مرموقة من ايضا هجن العاصفة، يتواجد غياث الهلالي ليقدم هذه الانطلاقة ليقدم هذا الاداء الكبير. هذه هي الخمسة المراكز الاولى المنطلقة من خلال هذه الاسماء، 25 اسم مشارك في هذا الشوط. لنا عودة الى الصدارة، لنا عودة الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول. هذه اللي في الصدارة الاولى في المركز الاول مهيوبة مهيوبة من هجن الشحانية، يتواجد يابر بن سالم بن فاران من يقدم هذا الاسم القوي. هذه التحديات المثيرة. الله 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 المركز الثاني الهدى من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن تدخل من بروق غيرت، بروق خذت المركز الاول من هجن الشحانية. الشبل يا برب سالم فاران يتواجد هنا ليتقدم في المركز الاول والثاني، يدفع بورق ورقتين رابحتين. بالفعل اي منهما الورقة الرابحة؟ يا الشبل. الله 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 المركز الرابع، المركز الرابع مرموقة، والمركز الخامس التبرة ايضا يتواجد بشعار هجن العاصفة التابع لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. غياث غياث الهلالي من يتواجد هنا. الله 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 الخمس المراكز الأولى، التنافس القوي، التحدي المثير. وصل الحمر، وصل الحمر، شفاء وصلت لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. المجازف يتواجد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه هي الخمس المراكز الأولى. بروق 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 بدأت تتبارك على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. بروق 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 ومهيوبة، بروق ومهيوبة من هجن الشحانية يا برمسالة بفران. المري 2 كيلو 2 كيلو، شفا وصلت، شفا وصلت، تدخلت في هذه اللحظات لهجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري.
من قدم لنا متعبة في الشوط الأول والوصول الآخر هنا. مرموقة تدخلت لهجن العاصفة. غياث الهلالي من القادم؟ مهابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يصل أحمد بن سلطان بن رشيد. وصل الخطير ليأخذ المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أبروق على المركز الأول لهجن الشحانية. يابر بن سالم بن فاران يتواجد ليقدم بروق. شفا قادمة لهجن الرياسة. يقودها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مرموقة من هجن العاصفة. غياث الأهلالي يتواجد ليقدم هذا الاسم. والقادمة هنا مشاهدي الأعزاء مهابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. أحمد بن سلطان بن رشيد والوصول الاخر. وصلت ايضا هنا رزامة من هجن الشحانية. العملاق يصل هنا مشاهدين الاعزاء في الكيلو الاخير. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله 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 يبروك. فتحنا بوابة هذا الكيلو الخطير. كيلو الامتحان. كيلو الصراع القوي. ابروك على المركز الاول. ابروك على الصدارة الاولى من هجن الشحانية. يقودها هنا يابر بن سالم بن فاران. من يقدم هذه الانطلاقة؟ شفا على المركز الثاني. ايضا تاتي هنا لهجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 700 متر الاخيرة. رزامة وصلت من هجن الشحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مرموقة تدخلت ايضا لهجن العاصفة. غياث الهلالي. مهابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد هناك ايضا احمد بن سلطان بن رشيد. 500 متر الاخيرة. ابروك وشفا على الصدارة. جولة الاوامر النهائية. يا سلام. ابروك وشفا. خط النهاية 300 متر الاخيرة. المؤسسات العملاقة في الصدارة الاولى في المركز الاول. ابروك شفا. الشبل والمجازف على مقدمة هذا الشوط. ابروك بالشعار الادعم. ايضا تختطف المركز الاول. هكذا مشاهدين الاعزاء. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. تهانينا ليابر بن سالم بن فاران المري على الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني شفا من هجن الرياسة. المركز الثالث مرموقة من هجن العاصفة. المركز الرابع رزامة من هجن الشحانية. والمركز الخامس مهابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للشعار الادعم على هذا الفوز من خلال تواجد بروك. تهانينا للشبل جابر بن سالم بن فاران. هو من ايضا اختطف هذا الشوط بخلال تواجد شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس. هنا لنا عودة سريعة بالتوقيت الزمني من خلال هذا الاداء الكبير والتحدي المثير. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هكذا متابعينا الاعزاء ناتي هنا ايضا بالتوقيت الزمني. ابروق من هجن الشحانية تاتي هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة للتوقيت الزمني حيث قطعت مسافة السباق من مسافة 5 كيلومترات في 7 دقائق. هذا هو المخرج ياتي بملخص هذا الشوط بعد منافسة قوية. 7 دقائق 31 ثانية واربع اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية. التوقيت الافضل يتسجل. تهانينا ليابر بن سالم بن فاران على فوز بروق. المركز الثاني 7 دقائق 31 ثانية او 32 ثانية وفاء وتماما وكمالا. شفاء من هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث كانت هناك مرموقة ب7 دقائق 32 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة. تهانينا لغياث الهلالي من قادها في المركز الثالث. تهانينا والناموس.